للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ محمود شجراوي. أهلا بكم أستاذ محمود إلى استوديو الرافدين. يعني مع استعداد غزة ومدن التماس مع الكيان الصهيوني للخروج بمليونية العودة، ما توقعاتك لما يمكن أن يكون عليه يوم غد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أشكر قناة الرافدين على اهتمامها بهذا الوضع الذي نعيشه في داخل فلسطين هذه الأيام. حياكم. وأخي، غدا وبعد غد سيكون يومين عظيمين في تاريخ الشعب الفلسطيني. وأنا أحب أن أؤكد أن النكبة ليست نكبة فلسطينية فقط، وإنما هي نكبة للأمة العربية والإسلامية. وضياع القدس وضياع المسجد الأقصى المبارك ليس فقط يعني يخص الفلسطينيين، وإنما هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. غدا نتوقع أن تتوجه عشرات بل مئات الألوف من الشعب الفلسطيني إلى السلك الزائل الذي سيزول بإذن الله إن شاء الله، وستتوحد أطراف الوطن غدا. ونتوقع أن يكون رد فعل الكيان الصهيوني المجرم أن يرتكب غدا شيئا من المجازر، أو قد يرتقي بعض الشهداء كما شهدنا في خلال الشهرين الماضيين. ولكن غدا هذا سيتوج الجهد الشعبي السلمي الذي قام به لمدة شهرين. ما الذي من الممكن أن نتمخض عن هذه المسيرة المليونية؟ أخي، هذه المسيرة أعادت روح حق العودة إلى 15 مليون فلسطيني موجودين في الداخل والخارج. 8 مليون فلسطيني في الخارج الآن باتوا يربون أبنائهم وأبناء أبنائهم على حق العودة. وهذا وإن كان يدل على شيء، فإنما يدل على أن جولدا مائير التي قالت أن الصغار ينسون والكبار يموتون، الكبار نعم يموتون لأننا لا نستطيع أن نمنع الموت، ولكن صغارنا أبدا لم ينسوا، بدليل أن الشهداء حتى الآن 85% من الشهداء الذين سقطوا في مسيرة العودة الكبرى كلهم ولدوا بعد اتفاقية أوسلو، حتى مش بس بعد الاحتلال، بعد اتفاقية أوسلو كلهم شهداء بالعشرين والخمسطاش، وأطفال حتى لم يبلغوا الحلم بعد. أي يتم غدا التجهيز لفتح السفارة الأمريكية في القدس، وهناك المسيرات المليونية. هل هذه المسيرات من الممكن أن يكون لها رد فعل من أجل إيقاف افتتاح السفارة، أم أن السفارة ستفتح وبأن الشعب الفلسطيني يتجه نحو انتفاضة جديدة؟ أخي، السفارة ستفتح في القدس. أخي، وجود السفارة في تل أبيب أصلا ليس شرعيا. انتقال السفارة من تل أبيب إلى القدس لا يؤثر على القضية الفلسطينية إلا أنه سيعطي شرعية للمحتل والاحتلال، وسيشجع كثير من الدول. غواتيمالا مثلا أمس أعلنت أنها بصدد نقل سفارتها، وفي أيام قريبة. أنا لا أستبعد أن لا ينتهي عام 2018 وإلا تكون بعض الدول الخليجية أيضا قد أنشأت سفارات لها في داخل القدس المحتلة. نعم، هل ترى أن قصف قوات الاحتلال أستاذ محمود، هل ترى أن قصف قوات الاحتلال لغزة أمس من الممكن أن يفشل استعدادات ذكرى العودة؟ لا 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 أخي أبدا. المتابع للشأن الفلسطيني يعلم أنه من يوم 30 آذار يوم الأرض، حين توجه أكثر من 200 ألف فلسطيني إلى السلك الشائك، هؤلاء جميعا كانوا مشاريع شهادة. لن يمنع الشعب الفلسطيني أحد أن يصل إلى السلك الشائك غدا، بل سيدخل إلى الأرض المحتلة. غدا سنرى الجموع تدخل إلى الأرض المحتلة كما رأينا في 2011 حين سمح للفلسطينيين من سوريا، دخلوا حوالي 500 فلسطيني عبر السلك الشائك اللي موجود في داخل الجولان. حتى أن سكان مجدل شمس السوريون قالوا هذه أول مرة تقطع السلك الشائك ويدخل إلينا، والذين دخلوا كانوا فلسطينيين ولم يكونوا سوريين. نحن في الغد نتوقع أن الزحوف ستدخل الأرض المحتلة، وسيكون يوما تاريخيا في تاريخ الشعب الفلسطيني. إذا كان ترامب سينقل سفارته أخي من تل أبيب إلى القدس ويظن أنه بهذا ينهي القضية الفلسطينية فهو واهم. الصليبيون ألا يخشى من وقوع قتلى يوم غد في تزامنا مع هذه المسيرات؟ نعم أخي، نتوقع أن يسقط كثير من الشهداء وليس القتلى. نتوقع أن نرى جرائم المحتل في حق المدنيين، النساء والأطفال والشيوخ. غدا الداخلين الذين سيدخلون غدا عبر مسيرة العودة هم سلميون، لا يحملون لا سلاح ولا عبوات ولا
ولا أي نوع من الأسلحة، سيذهبون عزلا يعني كمظاهرة سلمية. ولذلك العنف الشديد والإجرام الذي يستخدمه المحتل في مواجهة هذه المظاهرات السلمية أبدا غير مبرر، وكلها تعتبر أصلا جرائم حرب من محتل غاصب مجرم حرب وإرهابي كذلك. هل من المتوقع أن يكون هناك تحرك عسكري من قبل حماس تزامنا مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس؟ والله أخي هذا السؤال يوجه إلى حماس، لكن أنا لا أتوقع أن يكون هناك أي تحرك عسكري بالذات من قطاع غزة. قطاع غزة أخي محاصر منذ 11 عام، وحركة حماس وحركة فتح وكل الفصائل الفلسطينية معنية بتخفيف الحصار على الأهل في غزة وليس زيادة هذا الحصار، ولكن حماس وباقي الفصائل كلهم يعني نادوا إلى أن يتوجه الناس في مسيرات العودة الكبرى غدا باتجاه شرق غزة. الأستاذ محمود شجراوي الباحث السياسي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.